باعتبارك منتج مسلسل في حضرة الغياب اللي يتكلم على الراحل محمود درويش واللي كنت انت تقمصت بطولته وايضا اسمهان التي تجالسها في هاته الاثناء، باعتبارك منتج لهذا العمل. اليوم مسلسلات السيرة الذاتية والشخصيات الذاتية والمسلسلات التاريخية والدينية وغيرها، هل اصبح اليوم الابتعاد عنها من قبل المنتجين بسبب تكلفة انتاجها، ام انه الجمهور لم تعد ترقه هاته الاعمال الفنية، ام هناك اسباب وحتى الجدل الذي يثار ويصاحب الأعمال الفنية؟ مسألة صعبة جدا لأنه حساسة أولا، فيها حقائق، أي نعم فيها فنيات وفيها أشياء يعني بدنا نقول الخيال بيلعب دور فيها، لكن البحث في الموضوع مسألة كتير مهمة، وأيضا بدها إنتاج عالي. يعني أسمعان كلف مبالغ طائلة وأنا ضليت أحضر فيه 4 سنين، محمود درويش 2 سنين، ما عاد في هذا الوقت للتحضير أولا، وغير هيك كنا نعمل عمل منيح ونقدر نسوقه. يعني أنا صورت نص مسلسل أسمهان وما كنت بايع ولا محطة بالبرومو، وبعت 11 محطة لأنه العمل جيد. حاليا الأعمال قد ما كانت منيحة بدون اتفاق مسبق مع المحطة ما رح تتسوق بشكل جيد. في محطات كبيرة بتقول لك بعت لي النص، بعت لي النجوم، بعت لي الموضوع، لما بوافق لك عليه بلش، لكن أنا ما بوعدك أني أخذه. فما معقول عمل مكلف 3 مليون دولار 4 مليون دولار احطه بالمكتبه تبعي يعني، وانا اقعد اتفرج عليه. لذلك المساله كثير صعبه، لكن اذا بدك علي انا بتمنى ارجع اعمل سيره ذاتيه اذا الظرف يعني. فراس ابراهيم،